أناشط أحمد عبد الصمد معلقاً على تصريح عبد المهدي حول دخول المخدرات إلى العراق من الأرجنتين واستمرار التهكم على حديث عبد المهدي. مساء الخير عليكم، مساء الخير على رئيس الوزراء، صاحب المقولة المشهورة، المقولة الكاذبة، يقول المخدرات قاعد تجينا من الأرجنتين. كل هذا الكلام ليش؟ حتى يدار الجارة إيران. شلون بالله تجينا المخدرات من الأرجنتين؟ فالسؤال يعني منو قال لك؟ يا مستشار غبي قال لك شلون تجي من الأرجنتين؟ وهاي المنافذ الحدودية الموجودة بالشلامشة كل يومية يكضون واحد من عبدان من الأهواز يهرب مخدرات. الكريستال منين يجينا؟ مقاد الشرطة رشيد فليح يقول المخدرات 80% تجي من إيران. لو قراء على مود الدار إيران تقول المخدرات تجينا من الأرجنتين، لا شلون فسرتها؟ شلون فسرتها؟ الكريستال قاعد يجينا من إيران، معمل كامل كظه ومعمل مال كريستال، والبي 2 ما خلونا حتى نصورهم، ورا سنتين طلعوا أهوازين. هاي المخدرات قاعد تجينا، كريستال قاعد تجينا من إيران، المخدرات قاعد تجينا من إيران. من تريد تكذب لا تكذب هالطريقة هاي، قول المخدرات قاعد تجينا من دول مجاورة، دول بعيدة، ما أدري شنو. هسه شو وداك الأرجنتين؟ شو وداك الميسي؟ شو وداك البلد مارادونا؟ الأرجنتين بلد رياضي، نعم بيها مخدرات لكن جابها للعراق. يا عزيزي منا المخدرات، اعبر البلم وشوف ايش قاعد يصير، بس روح للشط وشوف ايش قاعد يصير، روح المنفذ الشلامشة وشوف ايش قاعد يصير. بل يا رئيس الوزراء سوي اتصال ويا مدير اعلام المنافذ الحدوديه ويودي لك الاخبار. كل يوميه قاضين واحد يجيبون مخدرات من ايران. سلامي لك ولايران وسلامي للارجنتين يا ابو ارجنتين.